وفاة 3 فنانين في يوم واحد يفجع الوسط الفني وسط حزن كبير من أسرتهم والنجوم. توفي اليوم الفنان المغربي فتح الله المغاري بالمستشفى العسكري بالعاصمة الرباط عن عمر نهز 82 سنة، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة. وأكد الفنان المغربي عبد الواحد التطواني في تدوين له على صفحته بموقع فيسبوك خبر وفاة المطرب المغربي الشهير فتح الله المغاري، ويعد الراحل من رواد ومؤسس الأغنية المغربية، كما بصم اسمه ضمن قائمة أشهر المطربين والملحنين وكتاب الكلمات في البلاد. ولد فتح الله المغاري بمدينة فاس سنة 1940، واستهل مشواره الفني بشكل مبكر وتحديدا بعد استقلال المملكة سنة 1956. وقدم الراحل خلال مشواره الفني باقة متنوعة من الأغاني الناجحة، من بينها والله ما انت معنا، والله على راحة، ورجال الله، والتي ما زالت راسخة في أذهان المغاربة. ومن أشهر الأغاني الوطنية لفتح الله المغاري أغنية نداء الحسن سنة 1975، والتي تصنف ضمن الأغاني التي بصمت تاريخ الأغنية المغربية خلال القرن العشرين. وكتب المغاري هذه الأغنية الشهيرة مباشرة بعد إعلان الملك الراحل الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء. وغنى كثير من الفنانين المغاربة من كلمات وألحان المغاري، منهم الفنان عبد الهادي بالخياط، والذي أدى من كلماته أغنية في قلبي جرح قديم، والتي أعجب بها عبد الحليم حافظ. وبفضل مساره المميز يلقب فتح الله المغاري في الساحة الفنية برائد الأغنية المغربية. أما ثاني الفنانين الذي توفي اليوم فهو الفنان المصري القدير علي عبد الخالق بعد معاناة مع مرض السرطان. أعلن أحمد عبد الخالق نجل شقيق المخرج المصري علي عبد الخالق وفاة عمه اليوم بعد صراع مع مرض السرطان. وكتب أحمد عبد الخالق منشورا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قال فيه: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى اليوم عمي الحبيب الغالي الأستاذ علي عبد الخالق، توفاه الله وهو يصارع الوحش القاتل السرطان، ماتت القدوة ومات الخلوق. وأضاف ابن شقيق علي عبد الخالق: اللهم ارحمه رحمة تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنا مطمئنا يا رب العالمين، اللهم افسح له في قبره ومد بصره وافرش قبره من فراش الجنة، اللهم ارحمه ولا تطفي نور قبره. وفي موقف غير إنساني غاب نجوم الفن عن الجنازة، حيث لم يحضر سوى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنانة نهال عنبر عضو مجلس النقابة، والمخرج علي عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، وخالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والمخرج أشرف فايق، كما حرصت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني على حضور الجنازة أيضا. ونعى عدد كبير من نجوم الفن الفنان والمخرج الراحل بمجموعة من التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم الفنانة حنان مطاوع والفنان يوسف الشريف والسيناريست عبد الرحيم كمال والفنانة عبير صبري والفنان محمد هنيدي. وكان المخرج علي عبد الخالق قد كشف تطورات حالته الصحية مؤخرا في مداخلة مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج 9 المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلا: بدأت في وحدة المركز الطبي العالمي جلسات إشعاع تستمر لخمسة أيام بمعدل جلسة كل يوم، وفي انتظار نتيجة تحاليل لعينة أخذت مني لتحديد نوع السرطان والأدوية المناسبة لمواجهته، ومن المنتظر أن تظهر نتيجة التحاليل خلال أيام، وهي تحاليل كثيرة تكلفتها 30,000 جنيه قابلة للزيادة. وعن أماكن الإصابة أوضح الفنان الراحل علي عبد الخالق: في إيدي وكتفي الشمال، وبقيت حركتها صعبة ومؤلمة جدا،
وفي الرئة وعظم الحوض والفخذ اليمين. الجدير بالذكر أن الفنان والمخرج الراحل علي عبد الخالق من أبرز المخرجين المصريين الذين حققوا نجاحا كبيرا في السينما المصرية وتعاون مع كبار الفنانين. وفاة الفنان الكوميدي المغربي نور الدين بكر. توفي الفنان الكوميدي المغربي نور الدين بكر عن عمر ناهز 70 سنة بعد صراح طويل مع المرض، وكانت الحالة الصحية للفقيد قد تدهورت في الأونة الأخيرة، وتم نقله أكثر من مرة إلى المستشفى. وبصم الفنان الراحل نور الدين بكر اسمه ضمن قائمة أشهر الكوميديين المغاربة، حيث عاش أوج عطاءه الفني في فترة التسعينيات مع فرقة مسرح الحي الذي قدم معها أفضل المسرحيات والتي اعتبرت الأفضل في تلك الفترة، من بينها مسرحيتي شرح ملح وحب وتبن سنة 1998. وقدم نور الدين بكر أيضا مجموعة من الأعمال التلفزيونية الناجحة والمسلسلات الجميلة، وكان آخر ظهور للفقيد خلال الموسم الرمضاني الأخير، حيث شارك في سيت كوم زنجة السعادة. والراحل هو من مواليد مدينة الدار البيضاء سنة 1952، وتحديدا في حي درب السلطان الشهير، وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني المغربي عقب الإعلان عن وفاة نور الدين بكر، وأعلنت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الحداد على روح الفقيد. وكتب الفنان المغربي محمد الخياري في تدوين على حسابه في فيسبوك: استيقظت الساحة الفنية على مصاب جلل صباح اليوم، لقد فارقنا الأستاذ والرائع والأب الروحي للكوميديا في المغرب سيدي نور الدين بكر، إنا لله وإنا إليه راجعون. بدوره قال الفنان المغربي رشيد الوالي في منشور عبر الفيسبوك ببالغ الحزن والدموع: علمت بخبر وفاة الفنان نور الدين بكر في هذا الصباح، ما عساني أقول وما عساني أفعل، لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأضاف الفنان رشيد الوالي: عملت مع نور الدين بكر قليلا لكنني تعلمت منه الكثير. ما زالت عبارته الشهيرة تتداول لحد اليوم: جفشات وخفت دمه، كان لها الدور الكبير في محبة الناس له وفي نجاح معظم الأعمال التي شارك فيها. واستكمل قائلا: وبموته يغيب واحد من أعلام الفن الكوميدي في المغرب، لكنها الحياة، كل واحد فينا يقول كلمته ويرحل، البقاء لله. وكتب الفنان المغربي عبد الرحيم الغذواني: إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان نور الدين بكر في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، واجعله من أهل الجنة يا رب.